صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا طبعا بعد ما خلصت يعني جماعه بيقولوا جايين من القاهره ما شاء الله جماعه 10 على 10 وعملت معانا الواجب وزياده وامنتنا كمان. بص الفسيخ وجماله الف عام وصحه، واحنا هنا في المنصوره يعني اخر قرن. الله يخليك. انا مش بس الكاوتشات لان يعني كان نفسي اقعدهم كده واغديهم والف عام وصحه، وهم والله اول مره يجوني وشرفوني. لسه ما قلتش حاجه. وانت طيبه. وانت طيبه صباح عليك. انا سعيد عليك وعلى الله يخليك. انت شرفتونا والله. شرفت المنصوره يا حبيبي. ماشي يا باشا. لا لا خليك انا هبقى اقابلك مره ثانيه.